طيب نبدأ بقى يا كريم ونتكلم عن بعثة الأهلي اللي اتوجهت امبارح للإمارات عشان يبدأوا خلاص معسكرهم هناك استعدادا طبعا للمشاركة في كأس العالم للأندية، يعني البطولة اللي احنا خلاص يعني ان شاء الله ان شاء الله الأهلي يفرحنا. وعجبني كمان قوي لو انت شفت فكرة الفوتو سيشن اللي كانت موجودة، بجد اللبس كان شيك جدا، حاجة واه يعني اللبس فعلا أنيق ورسمي بشكل حلو، يمكن ما اعتدناش على الستايل ده قوي، لا فعلا لبس شيك جدا. ومشاركة الأهلي السنة كمان بنتكلم الثانية على التوالي في مونديال الأندية، ده شيء بيدعو حقيقي للفخر. هو ده النادي الأهلي تاني بطل القارة وأكبر الأندية في الشرق الأوسط، بتكلم بأرقامه وبتاريخه وبطولاته. عايزين كمان نروح لحضراتكم يعني الموضوع تاني ومهم، هو واخد اهتمام قطاع عريض جدا من جمهور الأهلي وفي حالة حزن يعني برضو مصحوبة بالخوف، وده بسبب يا كريم حجم بقى الإيه؟ الإصابات. شوف احنا كنا بنتكلم ايه في بداية الموسم، بس للأسف الشديد حجم إصابات ضربت يعني صفوف الفريق قبل الدخول في معترك بقى بنتكلم منافسات كأس العالم للأندية. يعني هنقول ايه بس احنا هنبتديها كمان بداية قوية جدا، مواجهة قوية جدا مع مونتيري المكسيكي، بس يعني هنعمل ايه؟ هما يعني ممكن نختم كده ونقول كلمتين يعني ما نخافش على الأهلي، لأن دايما ما احنا واحنا عارفين إن الأهلي هو أكيد مصنع الأبطال، والأهلي بمن حضر ده مش شعار، دي حقيقة، ده إثبات حصل قبل كده على الأرض وفترات كتيرة جدا وظروف يمكن أصعب من كده كمان، مش بس غيابات. فنتمنى الشفاء العاجل والعودة أكيد مرة تانية، وبجد أنا ما بقتش فاهمة إيه اللي بيحصل لنا، بس على كل حال يعني سوء حظ عجيب الحقيقة، ولكن في الأول وفي الآخر دي أمور قدرية، ما حدش بيكون ليه أي يد فيها بأي حال من الأحوال. إحنا طبعا عندنا لعيبة على أعلى مستوى وشباب واعد، وإن شاء الله ربنا يطرح فيهم البركة ويعني نشوف من خلالهم أداء مرضي ونتيجة مرضية. الموقف على بعضه الحقيقة ككل موقف صعب جدا على أي جهاز فني وعلى أي فريق هيدخل حتى منافسات بطولة ودية، ما بال حضراتكم بقى أقوى تجمع رسمي للأندية الأبطال كأس العالم للأندية. وارد جدا يكون لينا نصيب في مواجهة مع بطل أوروبا تشيلسي، تشيلسي يعني كتيبة بقى توخيل الأفضل مدرب في العالم، لوكاكو بقى وجورجينيو وحكيم زياش والحارس إدوارد مندي، كل دي حاجات أكيد بتدور في أذهان وفي عقول جماهير النادي الأهلي.